انا مع عبد العالي عاوتاني. روكل شحال الثمن ديال هذوك عبد العالي؟ كيبقاو ب 200 درهم اخويا. ممكن الناس الدراري كسقتي ولا مقالب شحال هادو؟ 250 كيبقاو ب 200 درهم. 200 درهم انا اللهم بارك. الكورة بعدا الكورة 100% على حساب ها وشوف فين هو. مرحبا والف مرحبا انا اللهم بارك. تحياتي اخويا. هذه عين حمراء ما شاء الله. والذكيار اللي معاه انتم كتشوفوا هذه بعد يعني كاينه بعض الصياده باقيين كيصيدوا دابا هذه الساعه ديال الانتاج ديالو هما باقيين كيجيبوا الخلويه للسوق. هادو الثمن ديالهم 45 درهم انا اللهم بارك. اللي عنده اتساع وبغى يربي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الخوص. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. صورتنا واحد الفيديو في السوق كصبارطه ديال الطيور. المهم اليوم كاينه شويه ديال الامطار اللهم بارك الله يرحمنا. عليكم السلام الرايس بخير زياد الله يحفظك. وغادي نصور لكم ان شاء الله الطويرات اللي كاينين اللي موجودين. المهم جينا السوق اليوم بعنا شي تفريبات ديال الاخوان ونشوف اللي عندنا الدجاج شويه وغادي نصور لكم الاجواء تشوفوا الطويرات اللي كاينه والاثمنه حتى هي. تحياتي المهم اللي عجبكم الفيديو انتم عارفين. تحياتي انا الاخوان نبداو لكم هذا المولع الصغير انا اللهم عرفنا براسك بعدا السميه وكذا. مروان الخاو انا مروان عنده هنايا الطويرات اللهم بارك. هذا القفز هذا كتبيعو؟ هذا كيبيعو قفز ديال السيباراسيون راه كان ملصق له دابا عنده براكه هنايا. هذه كوبلان بيضه وكان عنده هنايا عاوتاني براكه اخرى يعني فيه جوج كوبلات. عنده واحد كوبلة هنا شحال الثمن ديال هذه اخاي مروان؟ 120 درهم وقفز كلشي؟ قفز بكلشي 250 درهم. بكلشي 250 درهم قفز ديال السيباراسيون الخوص باب كطلع عين الباب اللي كطلع اللهم بارك. وعنده هنايا عاوتاني واحد كوبلة. هنا عندك جوج كوبلات ولا غير كوبلة واحدة؟ كوبلة واحدة. هذه شحال عاملة الثمن؟ هذه كوبلة نورمال ها هي 130 درهم بقفز بكلشي؟ ها سوما بقفز بكلشي 250 درهم. هذه ما مبيضاش هذه ما مبيضاش عندي. خدامين هادو خدموا عندك يا مروان؟ هادو خدامين عنده كارانتي يا الاخوان. خلينا النمرة مرة 04 44 83 62 65 هانتوما الاخوان. المهم اللي عجبوه تسوق من عنده الاخوان هانتوما. طويرات مزيونين ونقيقين اللهم بارك. هنايا نتقل لكم عند كازاوي انا اللهم بارك. موانو بجميع انواعه لوينات مختلفين انا اللهم بارك. هادو شحال واصلين يا يوسف؟ شحال واصلين؟ هادو 50 درهم انا مع يوسف هنايا عاوتاني. مرحبا بك الله يحفظك. مع محمد الديناري تحياتي. روكيت روكيت انا اللهم بارك. هنا شحال واصلين هاد الروز يا يوسف؟ 400 درهم كيلو. هادو 400 درهم هنا 200 درهم بياسة هانتوما اللهم بارك. اللوينات كما كتشوفوا هنايا مزيون تبارك الله. انا ننتقلوا عاوتاني هنايا ديال الزبرة لعشاق الزبرة عاوتاني اللوينات مختلفين هاهم اللهم بارك. الزبرة شحال واصلة يوسف؟ 25 درهم جملة هاهم اللهم بارك. فيهم اللوينات مزيونين كاين شي بان منهم من توفين من الدار ديالهم اللهم بارك. هادو ديال المسرح الاخوان اللي بغا يتولى في شي مسرح 25 درهم اللهم بارك. هنا عنده شي بياسات. هادو هنا شني عندك هنا يوسف؟ قال لك هادو طفارس اللهم بارك. اللوينات اللي فيهم ما شاء الله. هادو شحال الثمن؟ هادو 120 درهم الكوبل عنده هنا اللهم بارك. عنده واحد الكوبله ديال البلاك فيس بلاك فيس البلاك وينغ ديال الاخوان البلاك وينغ. هادي شحال واصله هادي؟ بلاك وينغ هادو بلاك وينغ 400 درهم هادو اللهم بارك. كوبالي الكرف الزرق والنسوة كما كتشوفوها هي اللهم بارك. هادو 400 درهم اللي بغاهم الاخوان. هنا واحد كوبل عاوتاني نتوا تكساس هي كما كتشوفوا فراشات شويه ناقصين ولكن الذكر اللي معاه مزيون. هذه شحال هاد الكوبله؟ 150 درهم هاد الكوبله. هذه 150 درهم الاخوان اللهم بارك. راه التكساس غير واحد 3 شهور 4 شهور راه كنساوي الثمن اللهم بارك. اللهم بارك الاخوان. هنايا الفيشر فيشر شحال وصل؟ دابا انتقلنا عند عبد العالي هنايا عاوتاني. هو عبد العالي الله يحفظك. انا مع الموالع ديالنا اللهم بارك. هادو شحال وصل هنا؟ 150 درهم فيشر اللهم بارك. 150 درهم اللوينات اللي كاينين انتم كتشوف اللهم بارك. هنايا الالفينو غادي ما ماكدش منها قال واش كوبلا ولا ماشي كوبلا اللهم بارك. المهم ما باينينش الاخوان يعني كيبيع لك جوج بياسات والسلام 700 درهم هذا الثمن ديالو باش كيحيد التقليد عليه. هنا عنده 200 درهم البياسه واللي بغى شي بياسه عاوتاني هانتوما اللهم بارك.
عنده بيرلي هنايا ها نتوما الفاس بلون ويت فليس ها ما شاء الله ها اللهم بارك هنايا الكوبلي هذه عاد خداها من عند واحد الدري مولع جايه من القصر اخي محمد القصر كبير انا جايه من القصر ها نصوروها لكم تشوفوها الاخوان انا بياسات نقيقين تبارك الله ما شاء الله بياسه هذه هي النسوة هذه عين حمراء ما شاء الله والذكيار اللي معاه انتم كتشوفوا هذه شحال وصل الثمن ديال هذه شحال الثمن شحال وصل 400 درهم انا اللهم بارك ثمن مناسب انتقل لكم هنايا عاوتاني تشوفوا الاخوان كانار الكانار عاد عالي الذكوره شحال واصلين 150 درهم الذكوره الاخوان كما كتشوفوا شحال وصلت الثمن هذه 150 درهم الاخوان اللهم بارك هنايا كلوستر واصلين اخويا محمد 300 درهم كوبلا كلوستر انا اللهم بارك 50 درهم ننتقل لكم الدراري العشاق عاوتاني ديال العشاق ديال بيروش عاوتاني هنايا الطفارات انتم اللهم بارك هذا راه سبانجل نتوى ديال سبانجل ها هي فين هي اللهم بارك الهوكو كاين الريمبو الوانات مختلفين اللهم بارك هادو شحال واصلين هنايا يوسف ثمن ماين حتى لاي من 50 حتى 25 فرنك انتو من 50 درهم من 60 درهم حتى 250 درهم 250 درهم يكون هاد الكرونطاي هادو كاين هاد الكوبله هادي هاي فين اللهم بارك وزيد فيها كاين الريمبو 80 درهم الريمبو 80 درهم المهم باش تعرفوا الاخوان راه بيروش دابا راه بدا كيطلع في الثمن اللي عنده شي طويرات يحتفظ بهم ما يزربش التبيع ديالو تهلا فيهم ماكله حتى يزيد يطلع الثمن انا اللهم بارك انا الكانار كذلك بالنسبه للدراري ديال الكانار الكانار حتى هو راه دابا بدا كيطلع في الثمن اللهم بارك راه كنا كنسمعوا شي اثمنه 30 درهم 40 درهم دابا راه الطير دابا واصل 150 درهم كيوصل شحال كيوصل جمله يوسف دابا كانار الكانار واصل 120 درهم 120 درهم حاليا 120 درهم واحد الصادق راه تكونوا كتعرفوا عاوتاني البارح كيكون هو في السوق هنايا لدى عيني ديك الاسماء بيدو 90 درهم شرا شي بياسه جمله ولكن 100 بياسه 90 درهم بياسه يعني تما باش تعرفوا يعني راه الثمن بدا طالع اللهم بارك وانا بياسه نقيقيا اللي بغى يخدمها ديال الساعه ديال الخدمه ديال كانار كاينه بعض الاخوان اللي بداوا الخدمه فيه المهم هذه الساعه ديال الانتاج ديال اللهم بارك وزيد في ذلك صور لكم هي شي بياسه هادو شحال واصلين هنا يا خي يوسف هادوك 130 درهم 130 درهم هادو 130 درهم الاخوان الحب اللي بغى شي حاجه هنا اللهم بارك اللهم بارك كاينه شي بياسه تاع عاوتاني ثمناتهم عارفين يعني نفس الاثمنه 130 درهم 150 درهم ما كيفوتش لعبه غير هايل اللهم بارك هذا عاوتاني واحد بياسه الكلوستر هنايا خلينا النمره يوسف النمره بلاتي ننتقلوا بعدا نصوروا هادو بعدا هنايا كاينه شي قفوزه هنايا الاخوان هادو ديال مصر المهم كاليتي ديالهم شويه ناقص على قفوزه اللي كتعرفوا ديال جوج وكالات ولكن يقضيو الغرض الانسان اللي يعمل فيهم مثلا طوير واحد ولا باغي غير يتولع شحال هادو الثمن يوسف هادو المصريه ديال مصر هادو شحال واصلين هادو 60 درهم 60 درهم يعني هادو الثمن ديالهم كيجي ناقص على اخرين شويه انتم عارفين عاوتاني على حساب كاليتي والسعر هنا غادي ننتقل صوروه هذا هنايا بريركات عاوتاني ديال الكوكتيل انتم اللهم بارك كيجيو بمجر هادو هو مجير ديالها والله ما بعرف شحال وصل هذا يوسف 60 درهم 60 درهم يعني دقيقين اللهم بارك هنا عنده هادو ديال الباجي ديال بيروش هادو شحال وصل يا يوسف هادي ديال بيروش هادي 40 درهم كتجي مجر كما كتشوفوا هي مجر ديال اللوح عاوتاني 40 درهم اللهم بارك هادو كيجيو هاد الشكيل هذا هادو 20 درهم عاوتاني الخدمه ديالهم ناقصه عاوتاني شويه هادو اللي بغى يعاود شي مسرح ولا شي حاجه خدامين هادو الفيشار ولا انتم اللهم بارك وزيد في ذلك هادو 20 درهم المهم ضربنا بكم واحد الجوله هنايا خلينا النمره الاخ يوسف 07 07 79 79 68 49 94 تحياتي هذا نصور لكم هنا عاوتاني واحد ميستو هذا راه كيضرب تبارك الله شحال الثمن ديالو هذا ثاني 700 درهم اللهم بارك وزيد في ذلك خلينا النمرة هذا 06 94 84 01 تحياتي الله يحفظك ليا بزاف اخي محمد تحياتي بالنسبة للاخوان اللي سقسوا على المقنين يعني ما كاينش المقنين كاين المقنين غير هو قليل شوية في سوق الاخوان
والله يدي شي بعد يعني كاينه بعض الصياده باقيين كيصيدوا دابا ديال الساعه ديال الانتاج ديالو وما باقيين كيجيبوا الخلويه من السوق. يعني هذوك الاخوان لادم علاش تصور بياس بحال هذاك يعني ما جيبي اخر من الخلاعه تصوروا انت بحال اللي كتزيد تشجع واحد اخر انه يمشي يصيد. المهم الاخوان كاينه بياسات هنايا قدامين تبارك الله كما كتشوفوا كيديروا هادو اللهم الله وبارك. كاين الطوير هذا ما شاء الله شحال هادو عبد علي هادو 250 درهم هادو ديال الاخوه الكازاوين هاي ها انتم الطير هذا زعما ما شاء الله هذا ما شاء الله كما كتشوفوه مراسي ما شاء الله تبارك الرحمن شحال هذا 250 درهم كانوا عنده شي نتاوي قدامي وحده فيهم باقيه باعهم هان اللهم بارك هان اللهم بارك وزيد في ذلك. المهم النمره ديالو راه هي اللي شتوها واللي بغى شي حاجه يتواصل معاه هان اللهم بارك. انا الاخوان صور لكم هنا عاوتاني واحد بياسه ديال الرز لوين ما شاء الله فيهم هان اللهم بارك. المهم هاد الزرق هادو نتيوات وهذا اللي معاهم تكار هنا هان اللهم بارك وزيد في ذلك اللهم بارك. هادو شحال الثمن ديالهم اخي عمر؟ 600 درهم هادو 600 درهم الاخوان الدكار 25000 250 درهم الدكار وهاد النسيوات هادو 600 درهم يعني 300 درهم الوحده اللهم بارك. وهاد الكنار انا يا اخي عمر كوبلي هادي جوج لانتات سبحان الله هادو جوج نسيوات 80 درهم بياسه يعني الكنار كل واحد وكيبيع بالثمن ديالو الاخوان كل حاجه عاوتاني انتم عارفين اللهم بارك. خلينا النميره اخي عمر خلينا النميره 06 النميره 06 70 40 99 02 عمر راه عنده حتى الكوكتيل الاخوان اللي بغى الكوكتيل اللي بغى شي حاجه مرحبا اللي بغى شي حاجه يتصل به شي حاجه عنده خدامه الاخوان هذا راه مولع اللهم بارك تحياتي. انا الاخوان صوروا لكم هنايا الفلوس اللهم بارك هذو العمر ديالو من شهرين شهرين وشي حاجه ما شاء الله انا اللهم بارك. كاينه ديال الفيومي وكاينه ديال خالد السلالات كما كتشوف اللهم بارك شحال الثمن ديالهم هادو 45 درهم هادو الثمن ديالهم 45 درهم انا اللهم بارك اللي عنده اتساع وبغى يربي انا اللهم بارك وزيد في ذلك تبارك الله قداش هذا ان شاء الله عنده شهرين هادو هنا يتباعوا اللهم بارك وزيد في ذلك. اجي خلينا النمره ديالك خلينا النمره ديالك بسم الله 07 74 03 28 20 اللي بغى الفرارج مرحبا الفيوم وكيكون كيكون في السوق هنايا الخميس الخميس كل حد كل حد انا اللهم بارك وزيد في ذلك ما شاء الله انا اللهم بارك سلاله عامه سلاله نادره اللهم بارك